بيان عاجل من الرئيس السيسي عن خطر المجاعة، ننشر التفاصيل لكل المصريين. وتعليق ناري من أبو الغيط، إثيوبيا وضعت حجر الأساس لسد الخراب. وعاجل، سفن وغواصات تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي تدخل قناة السويس. وعاجل، وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان قضية سد النهضة وليبيا. وخبير مصري، إثيوبيا في طريقها لاتخاذ قرار أحادي يخص سد النهضة خلال أيام، ننشر التفاصيل. وبيان عاجل من الحكومة المصرية، هل يمكن للمواطن استرجاع جنسيته بعد التنازل عنها؟ ننشر لكم التفاصيل في الفيديو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك أو أعجبني عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لـ 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وبيان عاجل من الرئيس السيسي عن خطر المجاعة، وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن خطر المجاعة يهدد عدد من الدول الإفريقية. أشار إلى أن قمة المناخ تنعقد في ظروف بالغة الدقة. وشدد الرئيس السيسي في كلمة له خلال قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76 على أن تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لمجتمعاتنا مسألة تأتي على رأس أولوياتنا جميعا، خاصة في ظل تفاقم ظاهرة المناخ وما تسببه من ارتفاع معدلات الحرارة وندرة في المياه وتدهور جودة التربة وتصحر مساحات هائلة من الأراضي الزراعية. ولفت أن ده لي يعني تأثيرات على الاقتصاد كبيرة وعلى الأمن الغذائي أيضا. أشار أن خطر المجاعة بات يهدد الكثير من دول العالم خاصة في إفريقيا، وهذا يتطلب إيجاد حلول سريعة وفعالة لإنقاذ مئات الملايين من البشر، غالبية البشر من النساء والأطفال. مصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام، وهذا كان تعليق الرئيس السيسي على خطر المجاعة الذي يهدد العديد من الدول الإفريقية. وننتقل مع بعض الخبر آخر. وتعليق ناري من أبو الغيط، إثيوبيا وضعت حجر الأساس لسد الخراب. أعرب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن اعتقاده بأن إثيوبيا وكيان صهيوني ستدفعان ثمن بناء سد النهضة الذي تسبب بأزمة بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى. وقال أبو الغيط في حديث لقناة MBC مصر، لا أطلق عليه اسم سد النهضة لكنه سد الخراب للدولتين العربيتين، أو على الأقل يبدو وكأنه سد خراب. وتابع، إثيوبيا وضعت حجر الأساس لسد الخراب أو ما يعرف بسد النهضة في 1 إبريل 2011، والكيان الصهيوني وجدته شهر عسل تاريخيا وفرصة عظيمة، لكنهم سيدفعون ثمنه بعد 20 سنة. واعتبر أن الوضع المأساوي الذي مر به العالم العربي في الفترة الأخيرة أتاح الفرصة لتدخل تركيا وإيران والكيان الصهيوني وإثيوبيا في الشؤون العربية. واستطرد أبو الغيط بالقول، لو حدث تفكيك للجامعة العربية فستجري إيران وتركيا والكيان الصهيوني وإثيوبيا، وسيقومون بإنشاء تنظيما إقليميا في المنطقة. كما حذر أبو الغيط من أن الحديث عن جامعة الدول العربية بشكل سلبي أو سيء، لأنها جامعة للعرب وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 10 سنوات دون تحقيق أي نجاح، وتعلق إثيوبيا آملها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه. مصدر معنا كان من وسائل إعلام مصرية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل، وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان قضية سد النهضة وليبيا. بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع نظيره المصري سامح شكري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية بما فيها ملف سد النهضة.
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن الوزيرين بحثا القضايا الإقليمية بما فيها العلاقات الكيان الصهيونية الفلسطينية والجهود الدبلوماسية بشأن ليبيا والقيادة المصرية لجهود تأسيس منتدى شرق المتوسط للغاز والرغبة المشتركة في مفاوضات تهدف لنتيجة بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير برعاية الاتحاد الإفريقي. وبحث الوزيران كذلك تعزيز وتعميق الشراكة بيننا، حيث أشار بلينكين إلى أن ما يساهم في تعزيز الشراكة هو خطوات من قبل الحكومة المصرية لتعزيز حماية حقوق الإنسان بما في ذلك تطبيق الإجراءات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الحكومة المصرية الأسبوع الماضي. واتفق بلينكين وشكري على إجراء حوار استراتيجي ثنائي لمناقشة القضايا الإقليمية وحقوق الإنسان والتعاون الأمني والعلاقات الاقتصادية. مصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. سفن وغواصات تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي تدخل قناة السويس. أفادت مصادر لوكالة تاس الروسية بأن مجموعة من السفن والغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي دخلت قناة السويس. وقال مصدر في مجمع الصناعات الدفاعية الروسي للوكالة إن مجموعة من السفن وغواصات أسطول المحيط الهادئ برئاسة كورفيت جيرياماشي بدأت صباح الأربعاء بعبور قناة السويس وتسير باتجاه الجنوب. وأشار تاس إلى أنها لا تمتلك تأكيدا رسميا لتلك المعلومات. يذكر أن كورفيت جريماشي بدأ برحلته من بحر البلطيق باتجاه مواقع المرابطة المحددة له ضمن مجموعة من السفن والغواصات في أغسطس الماضي. وتضم المجموعة غواصتين، ويحمل الكورفيت والغواصتان المذكورتان صواريخ كاليبر المجنحة. المصدر معنا كان من تاس، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر وخبير مصري إثيوبيا في طريقها لاتخاذ قرار أحادي يخص سد النهضة خلال أيام. وأكد خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي أن إثيوبيا في طريقها لاتخاذ قرار أحادي آخر في ملء سد النهضة خلال الأيام المقبلة. في تصريح لقناة صدى البلد قال شراقي إن إثيوبيا اتخذت قرارات أحادية في الملء الأول العام الماضي أو خلال التخزين الثاني في هذا العام، وأضاف أن التخزين هذا العام بلغ 3 مليارات متر مكعب. أكد إن إثيوبيا في طريقها لاتخاذ قرار أحادي آخر خلال الأيام المقبلة. أشار إن إثيوبيا أعلنت أنها ستشغل أول توربينيين على مستوى منخفض في أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن التخزين والتشغيل يجب أن يتم بناء على اتفاق طبقا لإعلان المبادئ في بند الخامس الذي ينص على التعاون في الملء الأول وإدارة السد. وأوضح أن إدارة السد تعني التشغيل وفقا لطريقة متفق عليها. أكد أن في سدود ستستقبل هذه المياه، وبالتالي فإن التوربينات إذا توقفت عن العمل فلن تمر المياه. مصدر معنا كان من الشروق، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل من الحكومة المصرية. هل يمكن للمواطن استرجاع جنسيته بعد التنازل عنها؟ أكد مستشار وزارة الهجرة المصرية ناصر درغام أنه يمكن استرجاع الجنسية المصرية لمن تنازل عنها بعد مرور سنة من التنازل لسبب أو لآخر. وردا على سؤال حول مزدوجي الجنسية قال ناصر درغام أن المصري الذي يحمل جنسية أخرى يمكنه استخدام جواز السفر الأجنبي وإبراز أي وثيقة إثبات هوية مصرية ليحصل على تأشيرة دخول مجانية إلى مصر وإقامة لمدة 6 أشهر دون أن تتم مساءلته، لكن بعد 6 أشهر يحق للدولة استيقافه ومعرفة موقفه من التجنيد. وشدد على أهمية تواصل المصريين بالخارج مع الجهات المختصة للحصول على المعلومات الدقيقة في كل مجال، مشيرا إلى استعداد وزارة الهجرة في الوقت الحالي لمواكبة التطورات الرقمية، وذلك لتوفير كافة الخدمات الإلكترونية والتحول إلى الأوراق الثبوتية الإلكترونية والاستفادة من ذلك. المصدر معانا كان من القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن وزارة الهجرة المصرية بتقول إنه يمكن للمواطن استرجاع جنسيته بعد التنازل عنها بعد مرور سنة من التنازل لسبب أو لآخر. مصدر معانا كان من وزارة الهجرة المصرية والقاهرة 24 وRT،
أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. جمعة مباركة على حضراتكم بإذن الله، أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.